الاكل الهندي. احنا هنا عندنا الباتر تشيكن دي بصي هنتكلم بالعربي. ما انا عارفه انا والله بحاول على قد ما اقدر اكلمش انجليزي خالص. فراخ بالزبد. فراخ ماشي بالزبده صوص الزبده يعني والطماطم. وهنعمل عيش النان. اسمه نان؟ هو اسمه نان. عيش النان ده اوكي حلو قوي. وهنعمل سلطه زبادي هندي اسمها رهيتا. رهيتا؟ مش عارفه رحت الهند مرتين على فكره. بجد بموت في اكلهم بموت فيهم. احلى بلد شفتها. وايه الرز ده؟ لا ده رز كده انا عاملاه عشان منظر يعني يتقدم مع الاكل. ويتاكل برضه ومخلل. عايزه تبتدي بايه؟ هبتدي بالباتر تشيكن. يلا. فراخ بالزبده. يلا يا لارا. طيب هقول المقادير بتاعت تتبيله الفراخ الاول. نص كيلو صدور دجاج، عبوه زبادي، معلقه صغيره جرام مسالة، معلقه صغيره كركم، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره كزبره ناشفه او جافه، ربع معلقه صغيره قرفه، نص معلقه شطه بودره، 3 فص ثوم، معلقه صغيره جنزبيل، معلقه كبيره صلصه طماطم، معلقه كبيره عصير ليمون وملح وفلفل. انت قلتي الفراخ وفراخ نص طيب. كيلو فراخ. فهمي الناس الجرام مسالة ده مش كل الناس عارفه. طيب الجرام جرام مسالة ده بيبقى خلطه بهارات عندك هنا؟ ده الجرام مسالة. جرام مسالة ده خلطة بهارات هندي معروفة بيستعملها في كل الأكلات تقريبا. تبقى عبارة بقى عن كركم ونفس الحاجات دي بس بقى زيادة شوية حاجات من عندهم في الهند. اوكي. دي موجودة في السوبر ماركت عادي جدا. هتلاقيها. يلا انا جاي. طيب اوكي نبتدي الأول بالتتبيلة الفراخ. اوكي. تتبيلة الفراخ صدور ووراك ولا صدور بس؟ أنا بعملها بالصدور بحب ال الطعم. بالظبط. وطالما هيتسوى صح هيبقى سوفت وحلو. هنحط الفراخ وبعدين هنحط الزبادي عليها. اوكي هيطريها. ايوه. وبعدين هنحط صلصه الطماطم. اوكي كده صلصه الطماطم. ايوه وهحط الثوم والجنزبيل انا هفرمهم مع بعض فهحطه مع بعض. بصي البوله اللي تخلص حطيها جوه البوله الكبيره اللي على شمالي. دي؟ في بتاعت الصلصه برضه اشيليها حطيها. طيب سوري. اوكي ولا يهمك. وبعدين حطينا الثوم. بس وبعدين هاجي بقى احط كل البهارات بتاعتي مره واحده. اهو. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الكركم والكزبره والكمون والشطه والجرام مسالة. ماشي. خلاص؟ حلو قوي. دي المفروض تبقى قد ايه في الثلاجه بقى؟ دي بقى يعني من ساعتين انا بحب اسيبها يعني طول الليل 12 ساعه مثلا. في الثلاجه. في الثلاجه. اوكي. خلاص؟ ماشي. بس. وبعد كده بتشوحيها بقى دي ولا بتعملي فيها؟ بالظبط انا بشوحها على النار دلوقتي هعملها كده. الاكل الهندي حلو قوي 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 البهارات تحفه والثقافه بتاعتهم حلوه قوي هما شعبي يجنن. الصراحه بس هي دي انا كده اكني سبتها ساعتين مثلا او كده وبعدين هنجيب الطاسه. الطاسه بتحطلهاش بقى زيت ولا حاجه ولا ايه؟ لا هحط لها زيت انا بس عايزه احط الملح والفلفل بتاعي. اوكي عايز الملح والفلفل. ايوه اوكي اوكي سوري هحط بس دول. ماشي ثانك يو. وهحط لها سنه عصير ليمون سنه معلقه بس كل ده طبعا ما بيقعد كل ما بتطرى الفراخ. اوكي احكي لنا كده من الاول حطيتي ايه لغايه ما الطاسه تخلق تسخن؟ طيب حطيت الفراخ الاول وبعدين حطيت عليها الزبادي وبعدين حطيت صلصه الطماطم. ايوه وبعدين حطيت البهارات كلها بتاعتي. اوكي. والملح والفلفل. اوكي. والعصير الليمون. ماشي. بس. دلوقتي احنا جاهزين. هي تبقى سخنه. سخنه جدا. جدا. ماشي. اهي. اوكي. انا معليها على الاخر. ايه طيب. انا عايزاها تسخن قوي بس. ايوه اهي الصوت ده. انت عايزه الصوت ها؟ الصوت لازم مهم. تقعد قد ايه على النار؟ تقعد يعني من 3 دقايق لاربع دقايق لان احنا كده كده هنحطها في الصوص كتير شيك قوي شكرا بس هنبتدي بقى في عقبال ما تستوي هتبتدي قول لنا بقى مقادير الصوص. طيب مقادير الصوص يا اولاد ماشي اتفضلي. 3 كوب كريمه طهي، 4 معالق كبيره صوص الطماطم، بصله بيضه صغيره، 2 مسمار رونفل، 2 حبه هيل، عود قرفه واحد، 5 مكعبات صغيره زبده، 3 فص ثوم، معلقه كبيره جنزبيل، 2 معالق صغيره جرام مسالة، معلقه صغيره كركم، معلقه صغيره كزبره، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره شطه، معلقه صغيره عسل وكزبره طازجه. اوكي. في اي حله هتعملي الصوص ده؟ هعملها في الحله دي. دي كبيره دي؟ ايوه. اوكي. هنودي دي هنا. اوكي. وهنحط دي هنا. بس دي سخنه ها؟ ماشي. هبتدي اول حاجه بمكعب. أوكي. زبدة واحد
اوكي ثانكيو. مكعب زبده. انت انت جايبه كم مكعب؟ هما خمسه. اوكي انا انت ممكن تعمليه في طاسه ولا لازم حله؟ لا ممكن يتعمل في طاسه. طاسه بعد اذنك. اوكي عشان بس التصف. عشان هيحط خلي بالك الكريمه. اوكي ما هجيب لك طاسه كبيره. طيب عشان بس تبقى باينه للناس اكتر. اوكي ممكن كده. طبعا. يلا حطينا ايه؟ الزبده. اهي ماشي. وبعدين هروح احط البصل بتاعي. عايزاه مش عايزاه يبقى كارملايزد كده يعني، عايزاه بس يتشوح تشويحه. يعني تحس انه انت عايزه تقلبي دول ولا نسيبهم شويه؟ لا هنسيبهم شويه، يعني عايزاهم يتكرملوا كده. اوكي كده حطينا الزبده. أيوة. مع البصل بالظبط. هروح جايبه بقى الجنزبيل والثوم. وانا هنزل بيه. وانا بقى السبايسز الهول اللي هي بحالها. بحالها اللي هي ايه بقى؟ اللي هي القرنفل. وال والهيل. الهيل ده اللي هو ايه؟ الهيل هو الحبهان. حبهان مظبوط. وعود القرفه انا بحب اعملهم لازم يبقى توستد في الاول كده مع الحاجات دي. اوكي عشان يطلعوا الطعم بتاعها. الريحه بجنن. انا ممكن لما تعوزي نقلب الفراخ قولي لي انا اقلبها لك. ثانك يو يا سيدي. هتقلبيها؟ أوكي. لا مش بدي استني هقلبها بحاجه ثانيه. يلا انا خليها. اوكي هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي بعد ما خلصت ده هحط ال صلصه الطماطم بتاعتي بقى. اوكي مش عايزه اسيبها على نار كتير عشان لما بسيبها على نار كتير بتمرر جامد. فانا اول ما اخلص يعني ثواني بس كده. ايه الريحه الحلوه دي؟ شكرا. البهارات الحته دي جامد. بس كده كفايه عشان انا مش عايزاه. ايه انت سكان اي منطقه؟ انا التجمع. تجمع. وقبليه كنت فين؟ طفولتك؟ طفولتي مدينة نصر. جنبي يعني. هروح نزل على طول بالكريمة بقى. شوية شوية عشان ايه ما نكركعش. اهو. ماشي. وبعدين؟ بس اهو انا بنزل بالكريمة شوية شوية. حبة حبة؟ في الاول بس زي بشاميل كده. كانت ايه بقى؟ احكي لنا الصوص ده من الاول. حطينا ايه على ايه؟ حطينا اول حاجه الزبده، مكعب زبده. وبعدين حطينا البصل والجنزبيل والثوم والبهارات الصحيحه. والبهارات الصحيحه اللي هي ايه فاكره؟ اللي هي الهيل، الحبهان، والقرنفل، والقرفه. وبعد كده بعد ما حطيت كل ده بقى اقدر احط كل البهارات اللي عادي بتاعتي. اللي هي ايه بقى فكرينا؟ اللي هي كزبره، جرام مسالة، كمون، كركم، وشطه. اوكي. دول بيبقوا توستد اصلا قبل ما يتحتوا فما فيش مشكله يعني ان انا ايه توستد؟ يعني على ال متحمصين؟ متحمصين. ماشي. فكده فمش لازم احطها من الاول. اوكي. وكل ده هتحطيه على الفراخ؟ كل ده هحط فراخ جوه ده بقى. اوكي. تاخدي تضربيهم بالمضرب لو عايزه؟ يعني افضل لك؟ انا هعمل هستخدم المضرب كمان عشان اعمل ال هنعمل ايه بتقولي؟ هنعمل بقى حاجه بمكعبات الزبده دلوقتي. ماشي. انا المفروض اسيبه يغلي شويه يعني خمس دقائق مثلا. وبعد كده هروح واخده مكعب زبده. لازم يكون ساقع شويه من الثلاجه. هروح احطه بسرعه بسرعه اقلب. اوكي. ده بيخليه اللي هو ما يبقاش مزيت ويطلع طبق الزيت من فوق، بيخش جوه الصوص نفسه. بيتوغل. بيتوغل بالظبط. واحد مكعب مكعب. اوكي. خليني اقول ارجع اكلم الكلام اللي انا قلته في الاول، قلت احنا بنختار الناس وبنختار الناس على معايير معينه. الناس بتضحك وبتهزر وبترقص. مره في استاذه كانت شاطره قوي. فجت في الحلقه فقعدنا نهزر وغنينا ورقصنا وكده. بعد قبل ما الحلقه تتعرض قالت لنا جوزي قال لي لو الحلقه دي اتعرضت هطلقك. فاضطرينا ان احنا نلغي الحلقه كلها. فعشان كده من ساعتها عشان ما يعني عشان الكلام ما حدش يزعل اللي انا قلته في الاول، من ساعتها بقينا نختار زي ما قلت الناس اللي هي عندها قابليه انها تبقى وبنسالهم اول سؤال جوزك هيقول لك هطلقك ولا ايه عشان ايه؟
زي ما مره في حلقه الاطفال في واحده ام زغرتت بعتت لنا قالت لنا والنبي شيلوا الزغروطه بعد ما علشان جوزي هيطلقني. انا حطيت شويه ملح في الصوص واخر حاجه معلقه عسل. ايوه اوكي. هنا الفراخ بتهيألي ايه؟ احنا ممكن بقى اوطي النار؟ لا كده كويس، احنا ممكن نحطها هنا بقى تكمل سوا في الصوص. كله بقى. ايوه طب ممكن تديني بس مساحة كده؟ ايوه اهي بيرفكت كده خلصنا. خلصنا، هحط بس الكزبره اخر حاجه في الاخر خالص. اشمعنى يعني بتحطيها في الاخر؟ عشان ما تسودش، لو حطيتها في الاول هتسود وطعمها هيروح وكده، ده كده فش يعني فش اليمنت في الاخر. اوكي كده حطينا كل الحاجات بتاعتنا بس، والطبق كده هنسيبها قد ايه عشان تستوي؟ يعني ممكن نسيبها 10 دقائق كمان كده. نشيل ده ثانك يو عشان ايه ده يقلب لي كله. 10 دقائق على نار متوسطه. على نار متوسطه بالظبط لغايه ما نسمع اغنيه. هتسمعونا ايه يا اولاد؟ وحشتني بجد. ما انا عارف وحشتني. مش تقول كده. ماشي نسمع وحشتني. وحشتني وبعد كده هناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم مع لارا نكمل الاكل الهندي. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا.